ستة أيام مضت وما زال المسجد الأقصى مغلقا لا تقام الصلاة فيه. اعتداءات على الشبان وصلوات تقام على أبواب المسجد الخارجية بعد أن رفض المصلون دخول الأقصى عبر بوابات إلكترونية وإجراءات تفتيش مذلة يحاول الاحتلال فرضها. وفي الضفة الغربية بدأ الشارع يتململ، تظاهرة في رام الله مع دعوات من حركة فتح للتصعيد في وجه الاحتلال. هاي الخطوة اليوم في إطار خطوات تصعيدية في الأيام القادمة، لن نسلم بما حصل في المسجد الأقصى، لن نقبل بوجود المكعبات، قرارنا إزالتها أو تكسيرها. هاي العدوان على المسجد الأقصى وعدوان على كل الأمة العربية والإسلامية. ويتوقع أن تنتشر وتتسع رقعة التظاهرات في الضفة الغربية خلال الأيام القادمة مع دعوات من فتح وفصائل أخرى للتصعيد، وفي ظل عملية القمع اليومية التي يتعرض لها المصلون على أبواب القدس من شرطة الاحتلال، وسط خشية من أن تكون الأحداث الجارية مقدمة لتقسيم المسجد الأقصى. مخططهم أن يكون هناك تقسيم مكاني وزمان الأقصى كما كان هناك في الحرم الإبراهيمي، ومن هنا هي يجب أن يكون هناك وقفة جدية ليس فقط من الفلسطينيين المحاصرين المحتلين، ولكن من كل أحرار العالم وبالذات العرب. وفيما يسعى الفلسطينيون لحشد ضغط دولي وعربي شعبي ورسمي لمواجهة حصار المسجد الأقصى، انتهت جلسة تقييم لجيش الاحتلال الإسرائيلي من دون أي تغييرات ميدانية، مع إمكانية تغير ذلك وفق تطور الأحداث. طالما المسجد الأقصى في دائرة الاستهداف فلا يمكن الحكم على حالة الجمهور الفلسطيني الذي قد يتحول بين ليلة وضحاها من موقف المترقب إلى المبادرة في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.